دي هتبقى معانا ب 50 جنيه عرض لكل المتابعين. معانا على 210، تلات قطع يا جماعه على 130 جنيه، على 50 جنيه 250، تلات قطع يا جماعه. دي حلوه قوي، نفس الرسمه اللي على الساده بس دي المشجره. دي بقى تلات قطع بالوانها زي ما انت شايف. كل ده معانا على 50 جنيه، تسلم. 250 جنيه بكاش نص كوب، 80 بدل 230، 135 جنيه، ما حدش عمله ب 150 جوه وبره، تحفه. 150 جنيه معانا على 135 جنيه، معانا ب 190 جنيه يا جماعه، 80 جنيه قطيفه جوه وبره. بلاستيك برضو على 135 جنيه، نص الخامه ب 170 جنيه او 80 جنيه قطيفه جوه وبره. الجاكيت دي كلها ب 135 جنيه، اي عبايه استقبال صيف. 190 جنيه بولر 150، في من 4 اكس على 135 جنيه، 190 جنيه بولر. كل ده معانا على 250 جنيه، يضرب بالكاش بتاعه يا جماعه ب 170 جنيه، دي هتبقى ب 140 جنيه، 285 جنيه قطيفه جوه وبره يا جماعه، ب 170، ب 150 جنيه وبره الشياكه 80 جنيه يا جماعه قطيفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا حماده؟ ازيك، عامل ايه؟ النهارده هنبدا بكام معانا الاسعار؟ هنبدا النهارده الاسعار العبايه ب 50 جنيه. ب 50 جنيه يا جماعه، هو كان بيقول لي ب 55 بقالي ساعه بفاصل. دي هتبقى معانا ب 50 جنيه عرض لكل المتابعين. تمام، كل ده معانا على 50 جنيه، تجيب معانا 3 اكس. 3 اكس و بتكش سنتي وسنتي للامانه. ايوه، مش كشاشان بوظان. لا، ها؟ مش بوظان. تمام، الكشاشان العادي بتاع الفسكوز. العادي اللي هو بتاعنا. تمام، كل ده يبقى معانا على كام؟ على 50 جنيه، تسلم ايديك. في منها بقى اشكال كتير على 50. تمام، رسومات كتير على 50. معانا ايه تاني؟ معانا حاجات ساده زي كده. معانا الساده برضو. الساده بتاعها 50 برضو يا حماده. 50. تمام، بصوا كده الساده بتاعي يا جماعه برضو على 50 جنيه، رفعنا لفوق معلش. كل ده معانا على 50 جنيه، تسلم ايدك. تمام، الوانها برضو ساده، وهي واخده بس واخده القنار بس اللي فيه لمعه ده. تمام، كل ده معانا على 50، تسلم ايدك. تمام، معانا الاستقبال برضو يا جماعه زي ما انتم شايفين. عايزين نعمل عليه السعر ده يا حماده. كم معانا؟ 135 جنيه، ما حدش عمله ب 135، كله ب 140 وب 145. عندنا ب 135 جنيه استقبال كرداسه، دي رسمه ودي رسمه يا جماعه. كل ده معانا على 135 جنيه، اللي هو ايه؟ تلبيس يجيب 2 اكس اللي هو بلاستيك ده، 2 اكس وفي 3 اكس، وفي 3 اكس. تمام، بالوانه على 135. تمام، تسلم ايدك. في رسومات ثانيه معانا زي كده، رسمه برضك زي كده برضك. دي رسمه ثانيه برضو يا جماعه. احنا بنعرض لكم موديلين عشان الموديلات كتير وفي تصفيات شتوي، كملوا الفيديو للنهايه. كل ده معانا على 135 جنيه، تسلم ايدك. حلو قوي، هو كله استك ولا في من غير استك؟ في من غير استك. يبقى ورينا برضو موديلين كده من غير استك للناس اللي ما بتحبش الاستك. دي استك برضو على 135 جنيه، تسلم ايدك. وبصوا كل ده على 135، شغل العرايس. ده الصيف الجديد اهو، ده الصيف الجديد على 135، تسلم ايديك. تمام، بس من غير استك، من غير استك برضه يا جماعه. تلبيس 3 اكس برضه معانا، 3 اكس ماشيين لكم بس الكيس اهو. بصوا يا جماعه كل ده معانا ب 135 جنيه. بصوا الجمال، بصوا الشياكه دي كلها ب 135 جنيه، اي عبايه استقبال صيفي. تسلم ايدك، 135. العرض ما شاء الله حلو قوي، تسلم ايديك. بصوا معانا برضو حاجة زي كده، ال 4 اكس يا جماعة، دي استك من الجنبين 4 اكس على 135 جنيه. ال 4 اكس يا جماعة ب 135، رزق العرايس، العنوان في آخر الفيديو. وعندنا تصفيات شتوي كتير جدا، كملوا الفيديو كله مفاجآت. كل ده ب 135، تسلم ايديك. في بقى كميات كتير وفي موديلات كتير، بس عشان وقت الفيديو، عشان وقت الفيديو يا جماعة ما يطولش معانا. بس كل ده على 135، كل ده 135، كل ده معانا ب 135 لحد 4 اكس. تمام، كلها رسومات والوان، كلها رسومات والوان على 135 جنيه، تسلم ايدك. صوره، بصوا معانا برضو حاجه زي كده، حاجه زي حلو قوي. الشغل ده كان اغلى من كده بكتير يا جماعه، ونزل معانا كسر اسعار. ده رزق العرايس بقى، ودي تعتبر مقاس واحد. بص كده، مقاس واحد، شكلها تحفه يا جماعه. انا عايزه بس اقرب لكم قبل ما اقول السعر. بصوا تحفه، حلو قوي قوي، فيها لمعه تقفيل بره وجوه برضه. تسلم ايدك. وعامله كام معانا دي؟ دي عامله 140 جنيه. دي هتبقى ب 140 جنيه، الوانها كلها متاحه. تمام، هي وان سايز تجيب 2 اكس. صح كده؟ تجيب 80 يا جماعه، 85 لو انت طويله. تمام، تسلم ايديك. قلنا ب 140. ب 140 جنيه. تمام، تسلم ايديك. بصوا معانا برضو، عايز اقول لكم دي براند وكانت اغلى من كده بكتير. دي اللي هي البولر يا جماعه، الزبده.
يعني عامله زي القطيفه كده وشغل تطريز تحفه. افرد لنا كده معانا يا حماده. بصوا ده قطيفه جوه وبره يا جماعه، قطيفه جوه وبره عامله كام معانا؟ ب 150 جنيه دي تحفه. كل دي معانا واشكال كتير. تمام على 150 جنيه. تسلم ايديك. الشكل ده بيتغير والالوان متاحه، بس عشان بس ما نطولش عليك وقت الفيديو. تسلم ايديك. بصوا معانا الجمال ده، شغل العرايس يا جماعه، كل ده شغل عرايس. قطيفه جوه وبره البنطلون. بصوا كده، بصوا تقفيل قطيفه جوه وبره، جوه وبره يعني. والتيشيرت كمان جوه وبره عامل كام؟ 180 جنيه. 180 جنيه يا جماعه، قطيفه جوه وبره 180 جنيه. تسلم ايدك. تجيب 2 اكس برضو. تجيب 2 اكس. تمام. والشغل ده كله تطريز، الشغل ده كله تطريز حلو قوي. منها مقاسات لحد 3 اكس، دي موجوده لحد 3 اكس. حلو قوي. تسلم ايديك. والوانها برضو كلها متاحه. الشغل ده كله على التليجرام، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق، والعنوان متصور في اخر الفيديو. انزلوا في التعليقات بقى وحدوا الله وصلوا على النبي كده الفيديو ده ولايك حلو. معانا موديل تاني برضو زي كده، بس البنطلون مشجر بتاعه دي حلو قوي، نفس الرسمه اللي على الساده بس دي المشجر بنطلون حلو قوي قوي، واخد برضو سنه كده حلوه جدا دي برضو. وكل ده قطيفه بره وجوه عامله كام معانا؟ بره وجوه 180 جنيه. بص كده ورينا القطيفه من جوه معلش يا حماده. 180 جنيه قطيفه جوه وبره يا جماعه. كل ده افرد لنا كده، ناخد سكرين. كل ده معانا يا جماعه، قطيفه بره وجوه عامله معانا 180 جنيه. تمام. تسلم ايديك. 180. بصوا كده معانا برضو حلو قوي، دي برضو قطيفه جوه وبره 180 برضو. 180 جنيه قطيفه جوه وبره بنطلون وتيشيرت. بصوا خامه تقفيل حلو قوي قوي. وبصوا من هنا يا جماعه شياكه ورسومات والتطريز تحفه. كل ده شغل عرايس على 180 جنيه. تسلم ايديك. تمام تمام يا حماده. بصوا معانا برضو الحته القمر دي، دي فرو يا جماعه. وتجيب معانا 80 برضو 85 لو انت طويله. حلو قوي دي. بصوا تطريز كابيشو حلو قوي عامله كام؟ 150 جنيه. تمام. كل ده ب 150. الله يخليك. كل ده ب 150 جنيه حلوه جدا جدا. الوان برضو متاحه كلها مبطنه جوه وبره. تسلم ايدك. حلو قوي ب 150. بصوا دي بقى ثلاث قطع بالوانها زي ما انتم شايفين كلها. دي النهارده عرض كامل كامله 135 جنيه. 135 جنيه هنشوفها معانا. تمام. دي ثلاث قطع معانا، ثلاث قطع شتوي. افرز معايا كده. بصوا كده، بصوا كده معانا حاجات عرايس اهي. ده هوت شورت بالصوب يا جماعه بالروب. لا افرد لنا الروب كده عامل كام ده معانا؟ الثلاث قطع 135 جنيه. 135 ثلاث قطع الشورت بالروب بالطب بتاعه. كل ده معانا ب 125. 125 135 135 130 يا حماد. 130 130 130 للمتابعين. ثلاث قطع يا جماعه، افرد لي الروب بس يبان معانا. ثلاث قطع يا جماعه على 130 جنيه، التوب والروب بالهوت شورت بتاعه. كل ده ب 130. تسلم ايديك. تمام. بص الشغل القمر ده يا جماعه، كل ده لوكس. انا قبل ما نقول سعرها بس قطيفه وشين يا جماعه، الشغل ده كله لوكس. لوكس على 100 وكام؟ 140 جنيه. 140 جنيه لوكس يا جماعه. كل ده ب 140. تمام. كل ده معانا ب 140 قطيفه جوه وبره شغل عرايس. تمام. حلو قوي على 140. تسلم ايدك. برضو الوان متاحه، الوان كلها متاحه. تمام. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق تشوفوا كل الشغل موجود، لان في هنا صيفي وفي لانجري في شتوي في استقبال في كل حاجه ما شاء الله. تمام. تسلم ايدك. بصوا معانا برضو حاجه قمر، ده ترنج يا جماعه، قطيفه وشين. الشغل كله لوكس النهارده. بصوا كده يعني الشغل كله النهارده لوكس. عامله كام معانا؟ 150 جنيه. 150 يا جماعه. بصوا كده قمر قمر يا جماعه، وشين على 150 جنيه. حلو قوي. تسلم ايديك. قطيفه جوه وبره يا جماعه. بصوا الشغل قطيفه جوه وبره على 150. تسلم ايدك. تمام. بالوانها برضو غوامق وفواتح موجوده اربع الوان. بصوا كده هنيجي بقى لشغل البراندات. ده مصنع ايه؟ مصنع روز يا جماعه، مشهور ومعروف. كل دي براندات يا جماعه، الناس اللي بتشتغل اونلاين عارفه الاسعار. اكيد طبعا. ده كانت معانا كانت بكام اصلا؟ 230. والنهارده؟ النهارده 180 جنيه. 180 بدل 230. النهارده الشغل على البراندات كله يا جماعه، تصفيات على البراندات. تسلم ايدك. تمام. الوان الوان واللون ده تحفه برضه. حلو قوي. تسلم ايديك. تمام. بصوا دي بقى ميلتون اقطان، عايز اقول لك تمشي صيفي وشتوي وخريف وخروج بقى، تمشي معاكم نوادي وجيم والحاجات دي. عامل كام معانا؟ 170 جنيه. 170 جنيه. 170 ده مقاسات لحد 2 اكس. لبس لحد 75 كيلو. 75 يعني اكس 80 يعني اكس لارج 2 اكس. هي مقاس واحد؟ مقاس واحد. تبقى اكس لارج يا جماعه. عامله 100 كام؟ 170. 170 جنيه. تمام. تسلم ايدك. الواننا برده متاحه. تمام. حلو قوي. تسلم ايدك يا حماده.
بص دي الصوره برضو حاجات بدل ده يا جدعان، براندات مصنع روز. عايزه اقول ده كله شغل الاونلاين بقى يا جماعه، والفيسبوك وال حلو قوي ده روز برضو. ده مصنع روز. عامل كام معانا روز؟ 180. الحاجات دي كانت ب 200 وكسور، كانت ب 230 و250، عامله النهارده معانا 180 جنيه. كلها قطيفه جوه وبره، المقاسات لحد 2 اكس معانا، مقاس واحد اكس لارج يا جماعه، لابس اكس لارج، عامله معانا 180. تسلم ايديك. تمام. بصوا معانا دي برضو حلو قوي، تحفه دي، تسلم. مصنع روز برضو، برضو مصنع روز يا جماعه. ده مصنع روز يا جدعان، روز حاجه محترمه كده زي بنكي ولارا و حاجات البرندات بس، براندات. اه تمام. بصوا نفس الجوده يا جماعه بتاعت ماسا بالظبط، وتلبس معانا 2 اكس دي برضو 180. 180 جنيه قطيفه جوه وبره، مصنع روز يا جماعه على 180 جنيه. تسلم ايدك. تمام. بصوا معانا برضو الميلتونات يا جماعه، للناس اللي بتعشق الميلتون، الناس اللي بتحب الميلتون. تمام. كم معانا دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه وان سايز. الميلتون عندي بيبتدي من 150 جنيه، عندي اشكال وعندي 150. في منه موديلات كتير وكله مبطن، بس ده بصوا مبطن من جوه زي القطيفه يا جماعه على 150 جنيه. تمام. تسلم ايدك. وان سايز معانا ده يا حبايبي. تمام. يجيب ايه؟ اكس لارج 2 اكس لو انت طويله بالزبط. على 150 طبشين قطيفه. تمام. تسلم ايديك. بصوا برضو حاجه زي كده، ده مواد، ده برضو تومو جيلي. تومو جيلي. تمام. ده جديد، ده ونازل في اخر الشتاء اصلا، يعني الموديل ده نازل معانا جديد لسه اخر الشتاء، اللي عايز يجيبه يعين للشتاء الجاي ان شاء الله. هو ترنج دفايه، يعني هو حاجه دفايه مبطنه جوه وبره، قطيفه يا جماعه. عامله كام معانا؟ 170. ده قطيفه جوه وبره يا جماعه ب 170 جنيه. ده توم جيري الجديد، قطيفه جوه وبره على 170 جنيه. تسلم ايديك. تمام. البنطلون شروال ومقاسه كبير برضو، يعني شايفه بنطلون يجيب معانا، هو وان سايز تجيب معانا 2 اكس يا جماعه. تسلم ايديك. تمام. بصوا ده موديل تاني برضو، اللي هو القطه، نفس السعر. نفس السعر 170. تمام. تمام. بصوا كده معانا ده القطه يا جماعه، ده قطيفه جوه وبره، عامل معانا 170 جنيه مبطن جوه وبره والشين، حلو قوي قوي. وعايز اقول لك تحفه، يجيب معانا 2 اكس مرتاح. بصوا البطانه الوبره من جوه محترمه قوي، قطيفه. تسلم ايديك على 170. تمام. معانا ستاربكس. تمام. معانا حاجه ستاربكس. تمام. جبنا لكم ابل وجبنا لكم ستاربكس، جايب لكم كل البراندات يا جماعه، كل البراندات وكل حاجه. بصوا الستاربكس ده حلو قوي، عايز اقول لك تحفه برضو، 170 برضو. 170. دي رسمه ثالثه منهم، قطيفه جوه وبره على 170 جنيه، تجيب معانا 2 اكس كمان، حلو قوي. تسلم ايديك. الوان متاحه من الموديلات. تمام. كل ده على 170 جنيه، قطيفه جوه وبره. تمام. عندنا شحن من اول قد ايه؟ من اول 6 قطع. من اول 6 قطع. اجازه لحد ولا شغالين؟ شغالين. شغالين كل ايام الاسبوع. كل ايام الاسبوع شغالين. من 9 الصبح لحد 11 بالليل. لحد 11 بالليل. تمام. في رسمة تالتة؟ في رسمة تالتة برضو، كل ده مواد يا جماعة، نزل منها رسومات كتير ولسه نازلة جديد، يعني ما نزلتش معانا في أول الشتاء خالص. دي حاجة شبه البونبوناية، حلوة قوي. أنا عايزة أقول لكم ملمسها تحفة تحفة، ودي برضو ب 170 جنيه، قطيفة جوه وبره، شكلها حلو قوي قوي، والقطيفة من بره عاملة زي الكوري وجوه واخدة وبرة كده، تحفة. تسلم إيديك. تمام. على 170 جنيه. تمام. تسلم إيدك. تجيب معانا 2 إكس لو أنت طويلة، تجيب معاكي 90، الطول العادي 85 80. تسلم ايديك. بص كده برضو حلو قوي، حاجه الفيل ولا الثعلب هنشوفها معانا دلوقتي. والطبلاي شكله حلو قوي قوي، شكله كده شكله، عامل كام برضو؟ 170. ده الشكل الرابع ليها، في حوالي 4 5 اشكال يا جماعه على نفس الخامه ب 170 جنيه، قطيفه جوه وبره. تسلم ايدك، حلو قوي. تمام. هنيجي بقى لطقم الربيع، وعايزه اقول لكم كل ما اصور فيديو اقول لكم الربيع ده يا جماعه براند محترم، خامه وتقفيل وسعر حلو، يعني هو مجمع الثلاثه مع بعض كده، وموجود منه برده بجامات ورواب وكاشات وشغل كتير قوي. طب اديله بقى التيشيرت معاه بعد اذنك، افرده لنا كده التيشيرت، اهم حاجه ده البنطلون. بص كده، بص التيشيرت بتاعه حلو قوي. ده عامل كام الطقم الثلاث قطع؟ 250 جنيه. 250 جنيه، خليك فرد لنا بس عدل. كل ده معانا على 250 جنيه، روب بالبيجامه بتاعتها يا جماعه قطيفه جوه وبره ب 250. طب والله عظمه الشيكه، وده يمشي كاش قصير ويمشي معانا بجامه، تيشيرت بجامه. والروب بصوا طبطينه بتاعته يا جماعه حلو قوي جوه وبره، حلوه جدا جدا. كل ده علينا 250 جنيه. تمام. ده الروب القصير، في اشكال والوان منه كتير. تمام. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق تتفرجوا على الموديلات الموجوده. تسلم ايدك. تمام. طب يا
بصوا كده معانا برضو ده اللي هو المسترد برضو حاجة بس مفيش مسترد مفيش مسترد احمر. ده كام قطعة قلنا ده؟ ده تلات قطع. تلاتة. ده بجامة برضو يا جماعة بالروب بتاعها بس شكل تاني يعني. والربيع برضو الربيع تحفة. عايز اقول لك حاجة عظمة كده عظمة. هو الربيع بتاع برنداب بس والله العظيم تحفة. الربيع حلو قوي. ده تلات قطع عامل كام معانا؟ 250 تلات قطع يا جماعة بجامة بالروب قطيفة جوه وبره ب 250 جنيه والروب تحفة. انا عايز اقول لكم بصوا الكابيشو بتاعه كمان مقلم زي ما انتم شايفين حاجة حلوة قوي على 250 جنيه تلات قطع الربيع. ده ما بيبقاش مقاسات ولا فيه مقاسات؟ لا مقاس واحد. مقاس واحد وان سايز اللي هو يجيب اكس لارج. انما الروب يجيب معاكم مقاس كبير. المشكله بس تبقى في القطعه دي اللي مقاسها صغير. تمام تسلم ايدك حلو قوي. معانا برضو طقم زي كده برضو يا جماعه ثلاث قطع بس ده البيجامه كم بقى معانا بالروب بتاعها وده مصنع تاني مصنع بامبو. اه ده انت قلت لي كان سعرها كام اصلا بامبو؟ كان سعرها 350 جنيه. 350 والنهارده هتبقى بكام للمتابعين؟ 285 جنيه ب 285 جنيه ومكة بس. بص يا جماعه دي ثلاث قطع دي بجامه مش بروب. تمام حلو قوي قوي. كامه عيدي وشين جوه بص لطيفه جوه بره حلوه جدا جدا. والجاكيت فريدلي كده التيشيرت عدل معلش. كل ده معانا هيبقى بدل 350 ب 285 جنيه لحد 2 اكس بقى دي اكيد ولا مقاس واحد؟ لا لارج اكس 2 لحد 2 اكس. طقم كامل زي ما انتم شايفين كده ب 285 والشغل ده كله براندات بامبو براند معروف. تمام ده اللارج يعني في مقاسين اكبر. في مقاسين اكبر من كده. تمام وفي الوان كتير برضه. تمام تسلم ايدك. بصوا معانا برضو ده روب الكاش بتاعه برضو. تمام مواد مواد برضو الاسعار هاديه. اه اسعاره كويسه اسعار هاديه مواد وحاجه نظيفه يعني اسعار كويسه. تمام. وحاجه محترمه حاجه اللي هي عارفين الوسط اللي بين اللوكس قوي والمش شعبي برضو حلو جدا. ادينا ده معلش بكام ده معانا؟ ده ب 170 جنيه. 170 جنيه ده روب الكاش بتاعه يا جماعه ب 170 جنيه بالوانه برضو كلها. تمام وده لسه نازل السنه دي اصلا. نازل السنه دي. تمام تسلم ايدك. بصوا معانا برضو دي الربيع. حاجات الربيع ايه. تمام حلو قوي. انا عايزاكم بس تتفرجوا على الربيع شكله عامل ازاي. حاجه كده محترمه وحتى البولر بتاعه ناعم زي القطيفه. لا البولر اللي هو الزبده. أوه. مش البولر الهايش. لا ده بولر زبده يا جماعه. عامله كام معانا؟ 190 جنيه. ادينا وشها كده كل ده ب 190 جنيه بولر زبده يا جماعه الربيع. تسلم ايدك. دي مقاسات لحد 2 اكس وان سايز. وان سايز تبقى تجيب اكس لارج. لارج اكس. تمام تسلم ايدك. بصوا معانا برضو ده موديل تاني الربيع. انا عايزه بس اعدلها لكم عشان تبان اهي يا جماعه. وعايزه اقول لك لونها تحفه. لونها حلو قوي. بصوا الجمال يا جماعه. كام دي معانا دي؟ 190. دي الربيع يا جماعه 190 جنيه زبده جوه وبره تحفه. بصوا حاجات بارزه كده حلو قوي. تسلم ايدك. تمام بصوا كده برضو ده الربيع برضو. عايزه اقول لكم الربيع براند محترم بجد يعني بقاله سنتين ما شاء الله عليه بينزل شغل جامد قوي. بصوا الجمال البولر بتاعه غير اي حاجه. طب 190 برضو. 190 جنيه بولر جوه وبره شياكه شياكه. هي وان سايز بس تجيب معانا ايه 75 80 تجيب معاكوا. حلو قوي تسلم ايديك. الوان برضو متاحه. وعايز اقول لكم الشغل كده اللي قدام ده كله تطريز ودي حاجات بارزه لبره حاجه كده والله بطانيه يا جماعه. تسلم ايدك. تمام بصوا معانا برضو حاجه زي كده ودي برضو الربيع يا جماعه. الربيع تمام هنشوفها برضو معانا. هي وان سايز برضو. مبروك على الدرع. ايه الجمال ده؟ الله يبارك فيك يا استاذ جمال. متاخره انا بص كده قال لي على طول بدري. بص حماده قال لي مبروك. ده حاجه ربيع حاجات نضيفه. تمام حلو قوي. دي برضو 190 جنيه بولر زبده جوه وبره الشيكه. والله موديلاته حلوه قوي قوي وتصميم والخامات بتاعته والتقفيل حلوه جدا جدا. تسلم ايدك. تمام ازيك يا حسني؟ تمام تسلم ايدك. بصوا معانا بصوا كده برضك. دي سلوبيتا برضو حلو قوي. حاجات الربيع ايه بقى؟ ودي حاجات ربيع برضو. هنفرد معانا ونشوف. تمام بصوا الربيع حاجة محترمة. جيم سوت كده محترم حلو قوي قوي. عامل كام معانا الجيم سوت؟ 190 يعني بسعر الترنج. بسعر الترنج كل ده معانا ب 190 جنيه يا جماعة. أي سلوبيتا من دول الربيع. بصوا كده كل ده على 190 جنيه. تسلم ايديك. بصوا كده افردها لنا من الكتف بقى بعد اذنك. كل ده معانا على 190 جنيه. ارمي لك كابتشو قدام. كل ده ب 190 جنيه الربيع يا جماعه عامل عظمه في السلوبتات. تسلم ايديك. تمام
كده. بصوا معانا برضو الربيع ده الروب الطويل بالكاش بتاعه، تمام ربع. قطعتين احنا عرضنا معاكم الثلاث قطع، وفي حاجات توصل لعشر قطع هنا. بصوا ايه الجمال ده، في حاجه طقم 18 قطعه، 18 قطعه. بصوا الجمال ده يا جماعه، انا بس هفرد لكم، هفرد لكم دي كده عشان تبان معانا. بصوا الجمال، انا عايزاكم بصوا يا جماعه العظمه. الربيع ده بكام؟ 250 جنيه بكاش نص كم. كم عايز اقول لك قطيفه كله بكاش نص كم، عامل معانا 250 جنيه بس. عايز اقول لك تحفه، حلو قوي البطانه جوه وبره يعني. بصوا بصوا جوه تحفه، حاجه عظمه. كل ده ب 250، تسلم ايديك. تمام، جاب لكم حاجه مسترده ما زعلكوش. هننهي مع بعض بالبقره الترند دي بقى. اخر حاجه معانا النهارده مصنع روز. مصنع روز برضه يا جماعه، هي بينزل منها مصانع كتير، بتنزل منها مصانع كتير بس عشان ممكن يبقى الماتريال مختلف وتلاقوها اقل سعر بره، فبيبقى الخامه هي اللي بتختلف. ب 280 جنيه كانت، ب 280 والنهارده ب 210 بدل 280، عامله معانا 210 يا جماعه. حلو قوي قوي، بصوا من هنا تحفه. كل ده معانا على 210، تسلم ايدك، تعبتك معايا وشكرا جدا، تعبتك معايا شكرا جدا. احنا النهارده كنا عند القدس يا جماعه، العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل طول عرض الفيديو. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل. احنا دلوقتي موجودين في قلب ميدان العتبه، وده الجراج وده سنترال العتبه. هنوصل ازاي اصلا؟ هنركب مترو من اي مكان وننزل محطه مترو العتبه. اول ما هننزل محطه المترو هنخرج على طول، هنلاقي ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. اول ما هنخرج ان شاء الله هتلاقوا الجراج على السنترال كده على الشمال، والجراج على اليمين زي ما انتم شايفين. هندي ظهرنا طبعا للجراج والسنترال، هنلاقي في وشنا على طول ده فندق الاندلس. انا بديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش حد خالص وانتم رايحين ان شاء الله. ده فندق الاندلس. هنمشي على طول لحد العمارتين اللي داخلين على بعض قدامكم دول، اللي على اولها العربي سليمان. انا همشي معاكم برضو بس اعذرونا بقى، الشارع كان زحمه جدا. احنا كده في قلب الرويعي، هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده، لا هنحو يمين ولا شمال لحد ما يقابلنا اول تقاطع. الشارع ده بقى هتلاقوا فيه كاجوال كتير. الشارع اللي احنا فيه ده فيه طرح، فيه شنط، فيه كمان فروشات، شنط مستورده باسعار حلوه جدا جدا، خامات عاليه، وفيه كمان بتبقى شنط شعبي. معانا كمان شغل الكاجوال وانتم ماشيين، كل دي فرش موجوده زي ما انتم شايفين كده. هنفضل مكملين وهنمشي لحد ما ندخل الرويعي مع بعض كده. بصوا لا هنحو يمين ولا شمال، بصوا ملابس بيتي، شنط، شوزات، ملابس كاجوال، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه ان شاء الله وانتوا ماشيين كده. اول ما هيقابلنا اول تقاطع زي ما انتوا شايفين كده هنحب بس يمين علشان نوصل معاكم. بصوا اول ما حودنا يمين كده، بصوا هنفضل مكملين، معلش هي حته صغيره بس المكان زحمه جدا. هنفضل مكملين وهنمشي. بصوا اعذروني على التصوير النهارده، كان المكان زحمه جدا لحد ما نوصل عند محمود يحيى رشدان. احنا على طول بنخش الممر اللي جنبه اللي هو ممر الزهور. انا ماشيه معاكم بالتفصيل وبديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش حد خالص. كده احنا خلاص هندخل ده ممر الزهور، وعلى اوله فوق بقى ده مكتب يا مسهل بتاع الشنط اللي بعمل لكم منه جولات على طول. حبيت بس اوريه لكم عشان تعرفوا المكان برضه، هوريكم بقى مدخل العماره كمان لو حابين توصلوا له. بصوا ده مدخل العماره اللي بيطلعنا على مكتب يا مسهل بتاع الشنط، وبيطلعنا كمان على مكتب ابو العز بتاع اللانجري. حبيت بس اديكم فكره كده. اول ما هنطلع من الممر ده على طول هنلاقي مكتب مكه بتاع الكاجوال في وشنا زي ما انتم شايفين. ده مكه زي ما انتم شايفين، انا بديكم علامات مميزه ما تسالوش حد خالص. وهنا ده اولاد زكريا بتاع الكوتشي، مشهور ومعروف جدا في شارع العسيلي في العتبه. يعني لو انتوا كمان عند محطه المترو بتسالوا فين اولاد زكريا هتوصلوا له بتاع الكوتشي ده. هنفضل ماشيين ومكملين كده، هندخل يمين، ربنا يجعلنا من اهل يمين. هيقابلنا محل اسمه شعبان، ده بتاع رجالي، تيشرتات رجالي برضو. هنفضل ماشيين ومكملين كده وهديكم علامات مميزه برضو وما تخليكوش تسالوا. هيقابلنا الرضا ده على اليمين، دي شركه الرضا بتاع المعادن الحديثه. هنكمل ونمشي بعدها برضو على طول. هيقابلنا كمان نمبر 1 على اليمين زي ما انتم شايفين كده. هنكمل ونمشي بعد نمبر 1 على طول برضو، هيقابلنا شركه الوفاء. انا كل ما تيجي علامه مميزه هديها لكم. المكتب في قلب الشارع العمومي يا جماعه بتاع شارع العسيلي. هنكمل ونمشي زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا كمان محل ده بتاع فوزي عبد السلام زي ما انتم شايفين، ده بتاع ديكورات. هنكمل ونمشي مكتب القدس بعده على طول. بصوا المكتب ما شاء الله اللهم بارك فيه شويه ماركات وبراندات كتير جدا، من اول الكشاب بقى، معانا عبايات الاستقبال، معانا السلوبتات، بيجامات العرايس، الشغل العالي جدا، وكل الماركات هتلاقوها موجوده هناك. وهيعمل اسعار خاصه للجمله والكميات، وعندنا شحن كل المحافظات. ما تبخلوش عليا بقى بلايك وشير ودعوه حلوه في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.